كبيرة مع الصحة إن شاء الله تكونوا لعباس بعتاونا. صباح الخير صباح الخير صباح الربح صباح التيسير صباح الرزق صباح النور يا زوينة صباح النور وصباح الفنون واسعدي وشكون اللي عدزي شكون اللي عدزي سومية شكون اللي عدى المتتبعين الفنيين سومية الله يحفظكم شكرا عافاكم بقاو غير تفرجوا فيديو وديروا لنا لايكات الله يجعل ربي يخلي لكم حياتكم ديما منوره ايوا هذا الفيديو اليوم عاوتاني زوين واش غنقول لكم الغادي اليوم الحرب اول على الحرب الحرب اليوم غادي للبحر اللي شربوا غادي للحرب غادي نحنا للحرب يا شباب شوفوا 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 شو الصفارة كنبغي نمشي للبحر كنوجد الناس كتوجد هادي وهادي اللي كنوجد الصفارة الحباب ديالي ان شاء الله تكونوا لاباس يا ربي واليوم ان شاء الله غادي نديهم للبحر حيت صافي فهمتوا دابا الصيف كيمشي وهما مساكن مرة مرة بنادم يفرح وليداتو مرة مرة يديهم للبحر قالت كراني والله ودي ما شي حاجه خير والله لا مشيت للبحر شي عدس ولا شي كان ندير لكم العدس قالت لي ويلي وكان ندير لك اللوبيا كنضحك عليها قالت نديرو فيديو ونقول لهم صوتوا على الماكله اللي بغيتو نديرو للبحر في التيك توك هذاك الشيء اللي كاين درنا فيديو في التيك توك بقاو تصويتات يعني قلنا لهم اشنو شنو قلنا لهم صوتوا اللي صوت على العدس ولا بيزارة ولا تاكوس اللي بغيتو تصويتات ما شاء الله تاكوس بلا ما نقولكم قلت لها يا جي حبيبتي الجمهور ديالي الكلمة ديالو هي الأولى قبل من الكلمة ديالي حيت أنايا المحبين ديالي كلمتهم هي الأولى قلت لها والله تندير لكم التاكوس صافي نتوما هنايا ولكن قبل ما غادي ندير التاكوس غادي نشارك معكم واحد الحرشه ديك النهار كنت درت واحد الحرشه وسولوني واحد البنات في التيك توك قالوا لي سميه زعما كي درتي لها بالزيتون وداكشي انا غادي نوريكم كي كنديرها هنايا عندي التاكوس الصدر ديال بيبي ربي رجلي عفتو مازال خصكم محيدش القرص شريت هادو جوج هادو شريت جوج ها هما غادي وحده ما غاديش فهمت خصهم ياكلوا البحر في انا البحر فيه الجوع البحر كيجي بالجوع خصهم شي حاجه يعني اللي يتعتقوا بها واخا وهنا جبت واحد 20 درهم ديال الكفته هاي شحرتها غير مع الابزار والزيت ومليحه نخلط لهم نديرو شي كفته شويه ديك الصدر بيبي هنا خصكم الفريت هذه كنقليها ها هي شوفوا علاش درت لها هاد الشكه ما تخافوش الحوت الفريت كلشي ديرو في الشبيكه بحال هكا وديروه يقطر الا كتخافو علاش باش حيت غادي نديرو في الطاكوس خصو يقطر مزيان ها نتوما الحبايب ديالي ديرو في الشبيكه الفريت هكا والله الا عرفتو غير ديروه بالحوت اللي حاجه اللي تقرا الا ما بغيتوش ديروها في الطبسه ديروها في الشبكه بحال السردين بحال اي حاجه كنقلي الفريت كنوجدو ها نتوما الحبايب ديالي وغادي ندير واحد شوف هاد الشرا كنطيبو مع الصباح وغادي ندير واحد مازال ما فطرناش انا غادي ندير حريشه عمرتها تاي وقلت ندير حريشه وانا نفكر قلت نشاركها معاكم ها نتوما بسم الله يفتح الرزاق عندي هنا نص كيلو ديال السميده ها نتوما كنبغي نشارك معكم فيديوهات الكبيدات تفاعلوا مع اختكم سميه راه نستاهل والله نستاهل والله العظيم ما كنديها بحد ما كنحسد حد كنخلي كل واحد الله يعاونو خصكم هي كتفكر عطا ب 50 والله ما كنفكر بشي حاجه من غير كل اللي بغى الدنيا شنو فيها ما نحضي حد ما شغلي في حد ما نديها بحد كنقلب على راسي وليدات على داك طرف الخبز والله الله يجعل ربي يدير فيها الخير نتوما السميده درتها هنا وخليت منها شويه هانتوما شفتها درتها يمكن ولا كان مع سولو عليها شي بنات قلت والله تنشاركها معاهم درت ديك الخماره حمراء هنا
الملحة القياس سكيكير غير شوية سكيكير شوية ونتونة شوية الزعتر شوية الزعتر دابا نديرو على الزيتون داك العلفة هانتوما داك الزيتون البلدي الكحل العادي اللي كناكلوه الزيتون اللي كناكلوه هذا هانتوما كتجي خطيرة البنات كتجي واعرة هانتوما نقشر هاد الزيتون هاد الزويتنات ونديرو القياس هانتوما كتجي صحية متخافوش منها أنا مكنش عليكم من عجبني طيب ومولاها ربي والله الحباب هانتوما هانتوما درت دوك الزويتنات سمحوا لينا الممشى انا اللي كيقطعوا لينا الماء على الصح ها هي لا واحد شويه الزيت البلديه راه ما بقات لياش هاد الزقه اللي بقات ليا هانتوما تسالات الزويته هانتوما ندير شويه زيت اخرى الممشى انا اللي كيقطعوا لينا الماء على الصح ها هي لا واحد شويه الزيت البلديه راه ما بقات لياش هاد الزقه اللي بقات ليا هانتوما تسالات الزويته هانتوما ندير شويه زيت اخرى ونقبض الطاجين وندير فيه الزيت ها خليكم معايا نعمر شويه د الماء حيت الماء قليل ونرجع انا كبدات الماء قليل عمرت الماء هنا درت ديك الزويته ها هي قبل ما نخلطها لي هانتوما شوف فيها الزعتر الزيتون ديك الخماره شويه زيت البلديه شويه دوز اسامه السي عمرني نعم قول السلام عليكم لو السلام عليكم كيدايس على تكون لاباس وبخير دايره افينا تعملنا الماء الماء غالي دابا الصيف هانتوما هانتوما الحبايب ديالي هانتوما درت هاديك شوية السميدة اللي خليت هنا شنو غندير غنمشي ساعة هكا بالفيا قولوا لي حتى الفرماج يجي زوين الفرماج ما عنديش حتى هو كيجي زوين ديري فريميجا دوك الثلثين تقطعيها كطريفات واحد جوج حبات ولا حبة يجيو زوينين الفرماج ما عنديش هاكا بركة لها صحية وزوينة تاكل حريشة هانتوما هاي وحنا كتعرف دير الحرشة حيت أنا سولوني واحد البنات ديك النهار على الحرشة ديال الزيتون قلت لهم والله سالوليها لكم القبيلة هانتوما هانتوما كي كنديرها هاك كتجي جاري ما كتعجبش هي كديرها غير هاكا
صافي وارجعلي عليها البوطة نغرس الحولية صافي هكا يلا هنا غادا نخلي صافي الحشاية كطيب هنا نخليكم على ما نحيد من هنا هادشي ونرجع معاكم هانتوما الكبيدات قطعت داك الصدر ديال بيبي وهنا درت واحد المصيره صغيره هي قطعتها الحريشه قريبه الحريشه قريبه طيبه وسام وليدي بلعوا داك الباب ودخلوا الحاره راه في الزنقه شكون اللي في الزنقه دابا شكون اللي في الزنقه لا 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 الاول نجيب رانيا هانتوما اللول ديال ديك الحريشة كتوال وراني لقات ليا البصلة شوف عينيا هادو واش طاب هانتوما واش طاب ديك الزنقة خليني نسالي أسامة الحبيب خليني نقولك خسر قلتلها لقى البصلة عاونيني ما تعاوني ما والو هانتوما ها هي الحريشه ديالي هانتوما جات واعره ما شاء الله دابا اش غادي ندير غادي ندير هنايا داك السطاي ندير هنا ديك البصيله شوف الحراره كاينه عرفتي على الحراره كاينه واه يا ربي الستره ندير هذاك الصدر ديال بيبي ندير الزيت هاد الزيت هادي ديك النهار من طيبت الدجاج خدمو لبريتي ديك نكمل الفيديو ديك الدجاج من طيبت ديك المرا وشات ليا الزيت ديال القليان درتو هنايا ها هو ما درتش به الحرشه ما نقدرش ندير به الحرشه ما نقدرش ندير به الحرشه فهمتو أنا بصلة زينة بنيتها وحيدني وعيني وهي اللي غتعاوني وغطيب غطيب القلب حيدي وحيدي ما تعاونينيش حيدي غنعاونك هنايا درت الزيت والبصلة وداك العجان ودرت عليهم الملحة بالزهر ندير شوية بالزهر شوفي وعندي حبان دايرو في داري عندي جبت شويه ديال الخرقوم صافي عندي مالي وليد عيني صافي درت الزعفران والخرقوم والملح والزيت صافي مازال غادي نشحر هادشي مزيان وصافي ديك 400 درهم الكفته راه واجده وهذه واجده و درتي هاد الكفته غادي نخلط لكم الفريت واجد وندير نصيص بيبي وكندير انتم عارفين كندير شويه المايونيز بحال هكا خليكم معايا كندير شويه بحال هكا وحنا كندير فيها شويه المايونيز وكندير الفريت وكندير هذا لادان وكندير فرن مرحبا بكم عندي البحر هانتوما اختكم الطاكوس اللي شاركت معاكم في الصباح راني راكم عارفينها هانتوما تبارك الله شوفوا هيا كل حتى يتفهم شنو يقولو حيت الجوع الطاكوس ما كيشبعش انا جبت ليهم المولادة الكيسان وقريعة ديالها وجبت واحد نص كيلو ديال الحلوى ما بالك هاي فما هانتوما شفت واحد نص كيلو قد معايا ولدي واحد نص كيلو ديال الحلوى
يعني بغيتها الله يخلف ويجعل البركه. ديروا لايكات وتفاعلوا مع اختكم سميه وصيروا الله يسهل عليكم وبسلامه بيدي الشيطان.